لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيجي عندنا الطويلة وكيجلس هو فوق الطويلة وكيقول لي نوضيسو كنا وكيجلسني فوق حجرو وكيفتح لي رجلي وكيبقى يحك لي بيدي. كيقولنا لا قلت شو أمكم قتلكم مع شي بنات وبنات الأخرين. لا أنا بغيت هاد الأستاذ يمشي للحبس. كيبقى يقول لي يا هاجر نوضي كنوض كيمشي كيجلس لي في الطاولة ديالي كيبقى يجلسني على حجرو كيبقى يحك لي برجلو. كيقول لي قلت شي واحد نذبحكم. حنا ولادنا كيقراو في مدرسه انس بن مالك تحضيري اول سنه دخلناهم. المعلم اول عام جا ديال التحضيري. المهم كان كيدير لنا يتادينا على ولادي ولادنا اعتداء جنسي وكان من اول السنه وحنا ما عندناش الخبر وكانوا الاطفال كيتحلف فيهم كيقولوا لهم الا قلتوا والديكم غنقتلكم. شي كيقولوا نذبحوا شي يقولوا نقتلوا. الاطفال ديالنا بانت عليهم حالات نفسانيه ما بقاوش كياكلوا ما بقاوش كيبغيو يمشيو للمدرسه. حنا ما عرفناش هذا الشيء قلنا غير الاطفال يلا دخلوا يلا زعما دخلوا الاطفال ربما ما راه كتكون هذه الحاله كنعرفوها كاملين كيكونوا شويه كيتهربوا. ايوا المهم هي هذه. المهم الحمد لله في رمضان هاد الاخت هذه نهار يومين قبل رمضان اكتشفت البنت ديالها بين ما جات في واحد الحاله الله يورثها لها داتها للطبيبه سبيطار الحومه قالت لها بنتك عليها الممارسه دارت لها سيرتيفيكا. جات الاخت مسكينه بقات الجمعه والسبت والحد والاثنين جات المدرسه باش تاكد من القول ديال بنتها واش بصح كيمارس على الاستاذ ولا كتكذب. من جات المدرسه كتلاقي بالبنت ديالي واحد الطفله قالت لها انا بنتي نهار الاثنين قالت لها مارس عليا الاستاذ انا خالتي الصباح. جابت هاد الاخت جات عندي للدار قالت لي دخلت طقت عليا قلت لها مالك الشريفه قالت لي انا بغيت ندخل عندك بغيت نهضر معاك. دخلت عندي للدار قالت لي ها كاين وها كاين. قلت لها اش كتقولي قالت لي كاين كاين. قلت لها بنتي امتى قالت لي ما عاد الصباح مارس عليا الاستاذ اعتداء جنسي. عاودت لي داك الشيء بالتفصيل مثلت لينا قلنا لها ديري لنا تمثيليه كيفاش كيدير لك الاستاذ. حنا ما فهمناش هاد الركبه كيفاش من مثلت لينا عرفنا لان حتى هي هذيك راه عمرنا حنا هاد الحاله ما شفناها ديال هاد الاستاذ كيدير لهم عده. نعم تصور من نهار دخلوا المدرسه كيف غتكون الحاله النفسيه ديال هاد الاولاد ديالنا كيف غدير اول سنه. كيجي عندي الاستاذ الطويله وكيقول لي نوضي ومي كنوض كيجلسني فوق حجره وكيبقى يحكي لي بيديه كيقولنا الا قلتي على شي واحد غادي نذبحك. انا بغيت حقي وبغيت هو يدخل الحبس. تيبقى يقول لي الاستاذ اجي وتبقى يدورني موطلو مول المكتب وتبقى يضربني باكله وتبقى يلعب لي بيدي كاوكاو تيبقى يجيب تعمامتي يديرني مع حمامتي. تيقولنا اللي قلتو لماماكم باباكم نضربكم. انا كشفت بنتي مابقاتش كتنعس ومرضت نفسانيه وانا في الاول قالت لي ضربني هي بركبتي ما قالتليش الحقيقه كلها حتى البارح في الليل عاد قالت لك تعدى عليا عاودت لي تكرفص عليها. كيحشي يدو في سروالها وكيبقى يلعب معاها وهذيك لها نيشان كيوقف على ركابه وهذيك لها نيشان فاش عاودت لي صدمتني. وانا هادشي انا بغيت الجزاء ديالو تاخذوها انا ما بغيتش حق بنتي يضيع وعلى حق هاد البنيتات كلهم. استقبلت انا ما بقيتش كناكل ما بقيتش كنعس ما بقيتش كندير حتى شي حاجه وبنتي كذلك. انا راه بغيت حق بنتي ما يضيعش. مازال دابا تثقي انك تبقى المدرسه؟ لا ما نقدرش. هي براسها كتقول لي ماما ما نمشيش ما تقول لك ما نقراش في المدرسه. كنحس بنتي هتكت بزاف وراه بنتي باغيه الطبيب النفساني هي كتبكي وما كتاكلش وما كتنعش. انا براسي مألمة بزاف على هذا الشيء. بغيت العقوبه وسيدنا عاقب الحكومه. شنو بغيتي تقولي لوزير التربيه؟
انا بغيت ياخذ الحق بنتي وحق البنيتات كلهم، وبغيت اللي يدير هذه الجريمه بغيت كله يتعاقب، ما بغيتش يبقى ويخلينا حنا غادي نفرعوا وليداتنا في الرعب. حنا كنديو وليداتنا حتى لباب المدرسه ما كيخليونا يخرجوا لا يدخلوا لا يتسخروا لنا لا والو، حنا كنديوهم الوحش في المدرسه اليوم كنديوهم لعندو، علاش يدير لنا هادشي لبناتنا؟ واش حنا وليداتنا ما نقريوهمش؟